اللوكي كاستمر، الزبون المحظوظ، نمبر 15، نمبر 15، لوكي كاستمر 50. طبعا هيحفظ وزارة عليها تقريبا 10 درجات قطعة ضمن الستوري تايم. عندنا تقريبا 8 نقاط أو 8 أسئلة وأجوبة فيما يخص هذا الموضوع، يعني إذا نريد نضبطه هذه القطعة. والأجوبة مالتها الحلوة بها أنه جدا قصيرة مخلينها. هسه نجي الأولى، describe كريم's character، أوصف شخصية كريم. hard working، نشط. imaginative، خيالي. and patient، وصبور. number 2، what is the name of a new book كريم wants to buy؟ ما هو اسم الكتاب الذي كريم أراد أن يشتريه؟ Island of Salt، جزيرة الملح. Island of Salt، جزيرة الملح. 3، what does saving up mean؟ ماذا تعني كلمة saving up؟ The answer، الجواب، و putting money aside، وضع النقود جانبا. 4، how many times كريم had read الأنواب's poem؟ كم مرة قرأ كريم قصيدة الأنواب؟ الجواب twice، تقدر تكتب فقط رقم 2، 2 كرقم، يعني شلون هذه 3 4 5 H، بس رقم 2، أو تقدر تكتب twice نفس الحالة. 5، how did كريم find الأنواب's poem؟ كيف وجد كريم قصيدة الأنواب؟ الجواب interesting، فقط هذه الكلمة يقصد بها مهمة، يعني يقول شلون وجد القصيدة، وجدها مهمة. what was كريم dream، ما هو حلم كريم؟ الجواب to be famous poet، أن يكون شاعرا مشهور. 7، what was كريم big prize، ما هي جائزة كريم الكبرى؟ he will meet الأنواب، سوف يلتقي بالأنواب. was كريم the first to buy the latest book، هل كريم الأول من اشترى آخر كتاب؟ no he was not، لا لم يكن كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.